إخوة الإيمان، وصلنا ريثما نستقبل اتصالاتكم. ألو، نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الأخضر من وهران. أهلا بأخي الكريم من وهران، تفضل أخي الكريم. مرحبا بك يا شيخ تاعنا، مرحبا بك. ربي يحفظك ويحفظ كل إخواننا في العالم الإسلامي. آمين يا ربي، آمين. يا شيخ عندي سؤالين. تفضل يا أخي. جيت قلت لك أنا سائق سيارة أجرة، عندي الخط مدينة وهران إلى الجزائر العاصمة. ربي يبارك في عملك، تفضل. آمين يا ربي ويرحم والديك، ربي يبارك لنا فيك إن شاء الله. إيه، تفضل. أنا شخصي أنا صلاة التقصير. أنت تعمل بسيارة أجرة، والخط بتاع سيارة أجرة نروح في نهاري ونولي للجزائر العاصمة ونولي، هل يحق لي التقصير في الطريق أم لا؟ شكرا، هذا هو سؤالك، سأجيبك إن شاء الله. السؤال الأول، هذا السؤال الأول يا شيخ. السؤال الأول، السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا عندي شوية أدب باش ما نتسلفش من عند الناس الغاشي برا، نحطها في البنكة وندي من عندهم القرض الدراهم، والبنكة راهي تدي الأرباح من عندي. يا ترى هذا ربا ولا ما فهمتش؟ هذا الخطأ يجوز ولا ما يجوز؟ واش من البنك اللي راك حط فيه الذهب؟ البنك تاع الذهب، تاع الذهب. شكرا شكرا، ستسمع الجواب إن شاء الله تبارك الله. رحم والديك، بارك الله فيك، رحم والديك، حافظك الله، شكرا، بورك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الإيمان، الأخ السائل يسأل ويقول يعمل بسيارة، أو هناك من يعمل بالشاحنة أو بالقطار أو بالطائرة أو بكل وسائل السفر. يقول بأنه يسافر من وهران إلى الجزائر، يعني حوالي 400 كيلومتر ولا أكثر ولا بأقل شوية. ما دام مسافة القصر تحققت وهي من 80 كيلومتر فما فوق ذهابا، فإنك يا أخي السائل وكل إخواننا اللي تعرفوا، ما دمت مسافرا في الطريق فإنك تقصر الصلاة الرباعية، تصليها ركعتين حتى تعود إلى وهران. وعندما تعود إلى موطن مسكنك، الموطن اللي تسكن فيه، فإنك تتم الصلاة. ما دمت في سفر فإنك تقصر الصلاة. إذا رجعت إلى وهران، ولو رجعت على وقت واحد وانت في وهران، ما تقولش أنا راني مسافر رايح ومولي. ما دام رجعت لدارك ولا الموطن اللي تسكن فيه فإنك تتم الصلاة. بل عندما تدخل حدود المدينة، حدود القرية، تبدأ تتم صلاتك، والله تبارك وتعالى أعلم وهو العليم الحكيم. سألت أخي الكريم أنك الذي يضع أمواله في بنك وتدر له أرباح، إما يضع الذهب أو يضع النقود وغير ذلك، يسأل هنا إذا كان وضعها في مشروع مثل صناديق التوفير، الذي اللي المعامل في البنك يقول لك باللي وظفنا أموالك في مشروع حلال وتدر نسبة معينة من الأرباح، فهذه طريقة جائزة وتأخذ فوائد التوفير في مشاريع مشروعة حلال. أما أنك مجرد أنك تضع مال وعلى رأس المال تأتيك فائدة، فهذه الفوائد البنكية هي التي حرمها العلماء لأنها من الربا، والله تبارك وتعالى أعلم وهو العليم الحكيم.